طبعا لما انا كلفت لاقدم برنامج دبي بيوتي، انا كلفت لاقدمه كمستشارة تجميل البرنامج. فكرة البرنامج مروج للسياحة العلاجية. السياحة العلاجية الاستراتيجية اللي اطلقوها بدبي طبعا، اللي هي دبي الصحية، واللي اطلقت من حوالي 6 شهور، مروج فيها للسياحة العلاجية اللي هي هلا احد الاستراتيجية. برجع بعد لك منحكي فيها عن الفاسيليتيز الموجودة بدبي، من أوتيلات، من خدمات، من مطاعم، من مستشفيات، فيها جميع التقنيات والأجهزة، الأحدث أجهزة موجودة بالعالم هي موجودة بدبي. وأنا بتطرق للأمور البسيطة والطبيعية، وبروح طبعا للتغيير الطبيعي اللي هو بيكون من شكل الإنسان، وهذا واضح بشكلي أصلا. أنه أنا ما بحب الأوفر، بحب كل شيء يكون ناتورال، بحب التجميل يكون تجميل بس طبعا يكون ضمن حدود. أنه نظرة الجمهور للجمال ونظرة العالم والمشاهدين للجمال صارت كتير غريبة، يعني نحن عم نقلد، عم نروح بتقليد شخصيات وسيلبريتيز عالميين ما بيتناسبوا مع عاداتنا وتقاليدنا، ما بيتناسبوا مع المظهر اللائق اللي مفروض نكون فيه. فنحن هاي بدنا نصحح نظرة الجمال بالهندام أو اللبس والمظهر بالشكل والتجميل، فنحن هيدا هدفنا. أكيد لكل سيدة على موقع سيدتي عم بتتابعنا، بحب إلا أنه تهتم بإطلالتها، تهتم بالأمور اللائقة والبسيطة، تهتم بالموضة بس بالموضة اللي بتناسبها، وتابعوا دبي بيوتي أكيد حتساعدكم أكثر لحتى تكتشفوا جمالكم والأشياء اللي بتناسبكم. وشكرا لسيدتي.